مرحبا من جديد كل مشاهدينا الأحباب، وبنتواصل معكم في فقرات هذه الأمسية من مساء جديد. وفقرتنا الثانية لهذه الأمسية نتحدث فيها عن معرض الخرطوم الدولي ودورته 32 واللي بتقام فعالية هذه الأيام يا سهام. يمكن الاستهلالية كانت من خلال مساء جديد الثلاثاء الماضي، وعن إنه الافتتاح اللي هو كان يوم الأربعاء بتشريف النائب الأول الفريق أول ركني بكر حسن صالح وعدد من القيادات الموجودة كانت تضيف من قطر، وفعاليات كثيرة كانت مصاحبة يمكن امتدت حتى اليوم. وسعدنا جدا إنه نكون متواصلين معهم عبر المساء الجديد ونعرف نتيجة القبول على المعرض والفعاليات الجديدة والأحداث الجديدة اللي حاصلة. وأكيد تفاصيل أكثر حنعرفها من ضيوفنا داخل الاستوديو. حسن عباس مدير التسويق بأرض المعارض ببوري، مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم. مرحبا استاذ عبد العزيز ابو بكر مدير منطقه الكلابات الحره. مرحبا. السلام. مرحبا. الله يبارك. مرحبا. طيب بدايه يعني يا ريت استاذ حسن يتحدث بصوره عامه عن المعرض وعن كل العروض يعني المعروضه في المعرض نقول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نرحب بكل الساده المشاهدين بفعاليات معرض الخرطوم الدولي اللي تم افتتاحه في يوم 21 يناير الماضي، يناير 2015، وبتستمر ان شاء الله حتى 28 من الشهر نفسه. تم الافتتاح وانطلقت الفعاليات باحداث كثيره جدا، وكانت طبعا المشاركه كما تم في المساء السابق مشاركه واسعه جدا، وفيها مشاركات نوعيه ومتفرده، وكذلك فيها مشاركات جديدة لأول مرة كدولة موزمبيق تشارك لأول مرة في المعرض. وبصورة عامة المشاركة الأجنبية مشاركة واسعة من حيث المساحة ومن حيث النوع ومن حيث الدول، برضه مساحة كبيرة جدا والدول المشاركة أكثر من المرات اللي فاتت، والفعاليات مستمرة حسب البرنامج الوضع عليها. جميل جدا. حنجي للمشاركات الدولية والمحلية والفعاليات الجديدة، لكن أستاذ عبد العزيز كيفك؟ إن شاء الله بخير. منورنا كثير اليوم. الله يسلمك. تسلم يا رب. عايزين نتكلم عن المناطق الحرة وأنشطتها، وتحديدا منطقة القلابات الحرة، وعن المشاركة في المعرض هذا العام بالتحديد. ماذا ما هو الجديد وإيه هي الإيجابيات اللي أضيفت لهذا العام من خلال المشاركة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة كشركة رائدة في مجالات خدمية وتجارية مختلفة، هي الهدف الأساسي لقيام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة هي إدارة وتشغيل المناطق الحرة، فهي دي الرسالة الأساسية للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة. كل الأنشطة هي بتدعم اتجاه قيام المناطق الحرة، لذلك أنشأت الشركة السودانية منطقة الأسواق الحرة منطقة البحر الأحمر الحرة ومنطقة قري الحرة، والمسيرة مستمرة لإنشاء وقيام منطقة القلابات الحرة كمنطقة تبادل تجاري وخدمة لعلاقات بينية بين السودان ودولة أثيوبيا، ومنطقة حرة في الحدود التشادية السودانية، ومنطقة حرة في كوستي، ومنطقة حرة في مدينة نيالا. المنظومة دي كلها في شراكة مع جهات وطنية مختلفة، شركات وطنية وبإشراف المجلس القومي للمناطق الحرة. منطقة المناطق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي هي المناطق الحرة كمجالات استثمارية للشركات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي، بتستفيد منها في الاستثمارات المختلفة صناعية تجارية خدمية داخل المناطق الحرة. طيب هي بالتأكيد يعني أنشطة أكيد بتخدم البلدين زي ما قلت يعني السودان وأثيوبيا. نحن معنا محطة من الكنترول حنتابعها ونرجع نواصل إن شاء الله.
وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من ملتقى رجال الأعمال بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل في معرض الخرطوم الدولي في دورة 32، ونسعد جدا بتواجدنا مع معالي الوزير وزير التجارة السيد عثمان عمر الشريف. أهلا وسهلا بك في ملتقى رجال الأعمال تحت عنوان السودان يستشرف المستقبل، وهذا الشعار الجاذب، واهتمام المعرض أيضا بكل ما يجعل السودان أكثر ازدهارا وجمالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في معرض الخرطوم، هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة والتي توضح استشراف السودان لآفاق الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة. ما في شك أنه رجال الأعمال هم البنية الأساسية التي تعتمد عليها أي نهضة وأي حركة، وقد اهتمينا هنا في وزارة التجارة وفي معرض الخرطوم بتمكين رجال الأعمال من مختلف الدول ومن داخل السودان للقاء مع بعضهم البعض وتناول الرؤى والأفكار حول المشروعات الاستثمارية وكيفية تذليل الصعاب التي يمكن أن تعترض الاستثمار أو تعترض حتى تبادل السلع والخدمات. والمعرض زي ما الناس يعني شايفين هو حقيقة الأهم فيه أنه نقل للحضارة والتكنولوجيا والعلم وللمكتشفات الجديدة وللبنيات التحتية المتطورة الآن في العالم، وكذلك عكس ما في السودان من إمكانات وقدرات حتى نستطيع أن نزاوج فيما بينهم ونحقق الهدف الحقيقي للتنمية وللاستقرار في السودان. تحية لزميلة نجود حبيب ولضيفها السيد وزير التجارة، وكمان شاهدنا السيد وزير الاستثمار يمكن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وعدد من رجال الأعمال. ممكن نقول عنه أنه ملتقى اقتصادي جمع بين رجال الأعمال المحليين ورجال الأعمال الدوليين اللي شاركوا في هذا الملتقى الاقتصادي الضخم جدا، معرض الخرطوم الدولي في دورته 32. التحية لهم وللأستاذ حسن اللي منورنا مرة ثانية في مساء جديد، ويمكن في مشاركات عالمية أو دولية كثيرة جدا من خلال رجال الأعمال، من خلال شركات أفراد وجماعات وكيانات مختلفة. نتكلم عن الإضافات، أنت ذكرت أنه دولة موزمبيق هي لأول مرة تشارك وهذه إضافة جديدة للمعرض، شو بقية المشاركات والدول المشاركة؟ زي ما قلت أنا المعرض فيه إضافات جديدة من حيث نوعية المشاركة، زي مشاركة موزمبيق لأول مرة، وكذلك حجم المشاركة، يعني حجم المشاركة زاد في هذه الدورة، يعني زاد بنسبة 28% على الدورة السابقة الدورة 31. دوليا ولا محليا؟ دوليا، أنا بقصد هنا المشاركة الدولية. جميل. زاد بنسبة 28%، فإذا ده حاجة جديدة، وكان لابد للشركة عشان تقابل هذه المشاركة الواسعة الجديدة والنوعية إنه تخلي الرسالة بتاعت المعرض أو تنجز فيه في رسالة المعرض، عشان كده نظمت لقاء لرجال الأعمال، ودي طبعا هي الرسالة الحقيقية للمعرض إنه التبادل التجاري، الناس اللي جايين من برا يتلاقوا مع رجال الأعمال السودانيين. فاللقاء ده كان في الدورات السابقة ينظم على كم يوم، يعني كم لقاء، فالمرة دي بحجم المشاركة الكبير حشدنا اللقاء في لقاء واحد، وكان لقاء ناجح جدا، يعني مثلوا فيه رجال الأعمال السودانيين بكثافة وكذلك المشاركين الأجانب. ممكن نقول إنه العمل أصبح بروفيشنال اكثر او على الطريقه العالميه اللي هو البي تو بي، دائما يعني لما يكون في يوم واحد الناس كل رجال الاعمال بيلتقوا بيجدوا ضالتهم، يعني كل فرد كل حد بينشد حد محدد. ممكن مع كده انه المحليه ايضا تكون زادت نسبه المشاركه معنا. نعم هي نسبه المشاركه المحليه برضو زادت كمساحه وكمشاركه من الشركات،
وكذلك كمشاركة بتاعت رجال أعمال في الملتقى بتاع رجال الأعمال، وزي ما قلت هو بيجسد الرسالة الأساسية بتاعت المعرض البيزنس تو بيزنس البي تو بي. وهو أصلا معرض الخرطوم الدولي نسميه معرض تجاري عام، القرض منه الأساسي هو البيزنس تو بيزنس، عقد الصفقات، الاستثمار. وكذلك في هذا المجال الشركة برضو دعت جهات سودانية ومؤسسات هي بتخدم الرسالة برضو، زي الجمارك السودانية والمجلس الأعلى للاستثمار ومفوضية تشجيع الاستثمار ولاية الخرطوم والعديد من المؤسسات اللي هي في نفس المجال الاقتصادي، عشان تخدم الحراك الاقتصادي العام لمعرض الخرطوم الدولي وتخدم الرسالة الأساسية بتاعته. طبعا ممكن نقول هي يعني إضافات جميلة، كل دورة بتتجدد في معرض الخرطوم الدولي وبالتالي هي بتخدم المجتمع بالتأكيد. أنا كمان بسألك أستاذ عبد العزيز عن التطور الجديد وعن الإضافات الجديدة للمناطق والأسواق الحرة. حقيقة المناطق الحرة هي زي ما عارفين عالميا بتتخذ الدول كأداة اقتصادية لتنفيذ التطور الاجتماعي مستهدف به، ومناطق معينة مثلا في الدولة ومناطق مجاورة وكده. ففي الاتجاه ده الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بإنشاء وقيام المنطقتين الحرتين في البحر الأحمر وقرية الحرة، حقيقة كان لها دور كبير جدا جدا في التنمية الاجتماعية المحيطة بالمنطقة الحرة في المنطقتين الحرتين. وكذلك الرؤية الكلية للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة هي أنها كيف تقدم تنمية اجتماعية لأجزاء السودان المختلفة من خلال تواجد الشركات بالاستثمار داخل المناطق الحرة، اللي هي بيكون فيها الأنشطة التجارية المختلفة وأنشطة الصناعية. الأنشطة الصناعية بتستهدف عدد كبير جدا من العمالة ممكن تستفيد منها المناطق المحيطة بالمناطق الحرة، والعمالة الماهرة أو غير الماهرة كلها ممكن تستفيد من وجود المناطق الحرة في أي جزء من أجزاء البلد. وكذلك الشركات الموجودة في معرض الخرطوم الدولي هي ممكن يعني تستفيد من الأنشطة الموجودة في المناطق الحرة أو الإعفاءات والامتيازات المختلفة الموجودة في المناطق الحرة حسب القانون الاستثمار. حديث طيب جدا، نتمنى لكم التوفيق فيه وأكيد بجهد جنود مجهولين كثر. أستاذ حسن، دائما الندوات المصاحبة والفعاليات المصاحبة بيكون لها أثر إيجابي أيضا على المعرض وعلى الجمهور اللي بيدخل، بيكون مواظب على طول. في ندوات لرجال الأعمال وفي ندوات تثقيفية وفي فعاليات مصاحبة، صحيح؟ نعم. بجانب طبعا الحراك الاقتصادي والرسالة الأساسية بتاعت الاستثمار والتبادل التجاري، المعرض برضو فيه نشاط مصاحب مثل في عقد ندوات في المجالات الاقتصادية والتجارية. والندوات طبعا كانت أمس في نفس اليوم بتاع لقاء رجال الأعمال، لكن كانت في الفترة الصباحية وناقشت موضوعات حساسة وحيوية وموضوعات يعني يحتاج لها البلد، وأماها كثير من الخبراء والناس اللي قدموا الأوراق برضو هم ناس ضليعين في التجارة والاقتصاد والنقد والسياسات المالية والصادر وكل المواضيع الاقتصادية والتجارية. بجانب ذلك برضو في أنشطة ثقافية تتمثل في مسرح اسمه مسرح أهل السودان. ده مسرح متخصص مع مشاركة الولايات. نحن برضو ما ذكرنا في طبعا مشاركة واسعة لسبع ولايات، بجانب المشاركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بتاعت الولايات، في برضو المسرح بتاع أهل السودان. كل ولاية بتشارك بإرثها الثقافي والاجتماعي في مسرح سموه مسرح أهل السودان، معناه مهرجان اقتصادي ثقافي. نعم. فني. نعم. كامل هو. نعم. بجانب ذلك برضو في مسرح كبير كمان برضك، ففي نشاط ثقافي. وكذلك المعرض برضو خلق حراك اقتصادي وثقافي واجتماعي. فأرض المعارض الأيام دي يعني مكتظة بكل هذه الأنشطة،
والحراك مستمر ان شاء الله حتى في اليومين القادمات ان شاء الله. طيب يا استاذ عبد العزيز، يعني بجانب ما سبق ذكره من حديثك عن المناطق الحره في التطورات والجديد، هل من رؤيه مستقبليه؟ هي رؤيتنا المستقبليه في شركه السوداني المناطق الاسواق الحره هي تطوير الانشطه كافه في لو اسوقها كمعارض او كاسواق حره ومناطق حره. حقيقه في اتجاهنا في قيام المناطق الحره بنركز في الانشطه الصناعيه اللي هي ممكن تقوم داخل المناطق الحره مستفيده من التسهيلات والامتيازات الموجوده في قانون المناطق الحره ل 2009. الشركه السودانيه للمناطق الحره كذلك يعني مركزة تركيز كبير جدا في تطوير النشاط التجاري للأسواق الحرة والأنشطة الخدمية الملازمة للمناطق الحرة من أنشطة خدمية وأنشطة تجارية وأنشطة صناعية، بتعرض ده كله للشعب السوداني وللمستثمرين أو المشاركين في معرض الخرطوم الدولي. ودي دعوة من الشركة السودانية لمناطق الأسواق الحرة لكل رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من التظاهرة الاقتصادية الموجودة في معرض الخرطوم الدولي، الشركات الأجنبية المختلفة المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بتحتاج لشركاء محليين للاستفادة من الخدمات والسلع المعروضة حاليا في معرض الخرطوم الدولي. هي ما دعوة فقط لرجال الأعمال ولكن لكل الشعب السوداني للوقوف على منتجات بلدنا وعلى إلى أي مدى وصلنا من الاقتصاد، وكذلك هناك ليالي فنية وثقافية وفعاليات، جو جميل لكل الأسر. هو المعرض حينتهي أو حيستمر حتى يوم الأربعاء القادم صحيح؟ نعم. بيفتح من كم لكم ممكن ننبه السادة المشاهدين؟ المعرض بيفتح أبواب من 10 صباحا لحد الساعة 2 بعد الظهر، وتاني بيعاود في فترة بتاعت بريك، وبيعاود تاني الافتتاح الساعة 5 لحد الساعة 10:30. ده بالنسبة للعرض بتاع الصالات والعرض الاقتصادي والتجاري، لكن الفعاليات الثانية المصاحبة مستمرة حتى الساعة 11 إن شاء الله. وفئة الدخول فئة رمزية كما كانت العام الماضي كما ذكرتم في الحلقة السابقة. نعم ما زالت. نعم. جميل، احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا يعني، ونتمنى لكم كل التوفيق. وهذا الحديث الطيب ينبئ على أن المعرض حتى الآن حقق كل نسبة النجاح والمطلوبات اللي كنتم بترجوها من خلال. شكرا جزيلا أستاذ حسن عباس مدير التسويق بأرض المعارض. شكرا لكم. وأحب أنا من المنبر هذا أذكر الناس كافة والمشاهدين بأنه إن شاء الله الدورة الجاية إن شاء الله ستنعقد في يوم 25 يناير وحتى 1 فبراير الدورة 33. جميل جدا. تحية لك أيضا الأستاذ عبد العزيز أبو بكري مدير منطقة الجلابات الحرة، نورتنا كثير. شكرا لكم وشكرا لقناة النيل الأزرق، وكل عام وانتم بخير بمناسبة معرض الخرطوم الدولي وعيد الاستغفار إن شاء الله. تسلم يا رب علينا وعليك. شكرا لك يا شيماء، دي دعوه لك اول المشاهدين لزياره المعرض باذن الله. ان شاء الله. فاصل اعلاني. حنطلع فاصل اعلاني ونرجع ثاني.